أعزائي، يسرنا أن أدعوكم سوية لكي ندرس في إنجيل متى، إنجيل يسوع الملك. وفي هذه الدراسة سوف نذهب إلى مواقع كثيرة لكي نتعرف أكثر عن شخص الملك الرب يسوع، ندرس عن حياته، معجزاته وتعاليمه الفريدة في كل مكان. وقبل أن نبتدئ بهذه الرحلة أود أن أعطي خلفية عن هذا المكان. أنا موجود في مجمع كفر نحوم، هذه البلدة التي عاش فيها يسوع المسيح عندما ترك مدينة الناصرة. طبعا كفر نحوم كانت بلدة عامرة وزاخرة بالسكان في أيام المسيح. جاء إلى هذا المكان، علم أجمل التعليم وصنع معجزات كثيرة، شفاء حماة بطرس، شفاء المفلوج الذي دلوه من السقف، وشفاء خادم أو ابن قائد المئة. وأنا موجود في المجمع اللي علم منه يسوع المسيح. هذا المجمع يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي. حجارته البيضاء والأعمدة والأقواس كانت من أيام البيزنطيين، لكن هذا المجمع بني فوق المجمع القديم اللي حجارته الأساسية الحجارة السوداء البازلتية، لأن هذه المنطقة كانت أو ما زالت في غور الأردن منطقة براكين. في هذه المنطقة دعا المسيح بعض من تلاميذه، وفي هذا المكان دعا متى الذي هو ابن هذه المنطقة، ابن كفر نحوم. وطبعا اكتشفوا عمود لشخص من عائلة متى الذي أعطى تقدمة لبناء هذا المجمع. أصلي من كل قلبي أنه تستمتعوا معي في هذه الدراسة، وأنا أصلي أيضا أنك تفتح قلبك، ذهنك وعينك حتى ندرس عن حياة هذا الشخص الرائع البديع الرب يسوع المسيح. وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى، فقال له اتبعني، فقام وتبعه. وبينما هو متكئ في البيت إذ عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتلاميذه، فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، فاذهبوا وتعلموا ما هو، إني أريد رحمة لا ذبيحة، لأني لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. سبحوا من هدأ
البحر فصار كالفطيم، سبحوه سبحوه بالقطار والنظيم. سبحوه سبحوه على مدى السنين. أعزائي من المجمع في كفر نحوم، سنواصل دراستنا في إنجيل متى، وفي هذه الحلقة أود أن أعطيكم خلفية عن البشير متى، وخلفية عن إنجيل متى. طبعا متى اسمه القديم كان لاوي بن حلفة، وتغير اسمه إلى متى. والشيء الجميل أنه اكتشفوا هنا في هذا المكان عمود لواحد من عائلته اللي أعطى تقدمة لبناء هذا المجمع. تغيرت حياة متى لاوي، أصبح اسمه متى الذي يعني عطية الرب. وكان ساكن هنا في كفر نحوم، كان يجمع الضرائب لأنه كان عشار. فجاء المسيح وطبعا نظر إليه ودعاه إليه، فاختبر متى نعمة المسيح وخلاص المسيح، وتغيرت حياته عندما دعاه يسوع من هنا من مكان الجباية عندما كان يجمع الضرائب. يقول الكتاب أنه ترك كل شيء في الحال، استجاب ولبى دعوة المسيح وتبع المسيح. عندما يدعو المسيح أحبائي ينبغي أن نعمل أربعة أشياء. أولا ينبغي أن يكون لنا ذهن متجدد، ثانيا طاعة سريعة كمتى، ثالثا إرادة خاضعة، رابعا قلب مكرس للمسيح. وهذه استراتيجية المسيح الذي يعمل فيها من هذا المكان. أو بالواقع إن المسيح فتح قلب متى، لأن عيني متى انفتحت على المسيح. ثم متى فتح بيته للمسيح عندما دعاه ليأخذ ويأكل وجبة، ودعا العشارين والخطاء الآخرين مما أثار تذمر الفرسيين. لكنه الشخص الذي قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، عندها فتح يده بقلمه الماهر ليقودنا ويقدمنا إلى المسيح الملك. هذا متى كان يجمع الضرائب، وجامع الضرائب كان منبوذ، كان مكروه من المجتمع، وكانوا يضعون الشخص العشار بمساواة الزنا الذين يستحقون الرجم وعقاب الموت. فيستحق القتل لأنه كان يعتبر لص، لأنه عادة العشار أو الذي يجمع الضرائب يأخذ أكثر مما يستحق ليعطي الرومان، وطبعا لصالحه أيضا شخصيا. كان يعتبر خائن، كان يعتبر عميل ومتواطئ مع العدو أي مع الرومان. هذا هو متى عندما تغيرت حياته، أصبح من رجال الله العظماء. ثم أحبائي أود أن أتكلم شيء ثاني عن هدف هذا الإنجيل. هدف إنجيل متى يظهر أولا متى أن المسيح هو المسيا المنتظر، أن يسوع المسيح هو المسيا الموعود به المنتظر الذين كانوا ينتظرونه في العهد القديم حتى يأتي. فيري متى أن هذا المسيح قد جاء وأنه حاضر في وسطنا. ثانيا أن المسيح سيكون ابن داود أي الملك، وهنا يعطي طبعا شرعية خاصة للمسيح أنه ليس غريب لكنه هو ابن داود الموعود به. ثالثا أن النبوات قد تمت في شخص المسيح. أكثر من 16 مرة البشير متى يقتبس في هذا الإنجيل المبارك لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، و129 اقتباس من العهد القديم يقتبس لكي يحدثنا عن المسيح.
يعني بكلمات بسيطة البشير متى يتحدث إلى مستمعيه اليهود لكي يقنعهم أن المسيح هو الملك ابن داود، قد تمت فيه النبوات وهو قد جاء ليخلص العالم. لربما سائل يسأل، ماذا نقصد بإنجيل متى أو الأناجيل الأخرى؟ أحبائي، إن العهد الجديد يعلم أنه يوجد إنجيل واحد، هو إنجيل المسيح الذي قال عنه الرسول بولس: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. أحيانا يسمى إنجيل المسيح إنجيل الله، إنجيل ابن الله، إنجيل الحق، إنجيل الإيمان، إنجيل الخلاص، أسماء كثيرة. وكلمة الإنجيل تعني الأخبار السارة أو المفرحة والمبهجة للقلب، لأن هذه الأخبار تتحدث عن الخلاص، عن هذا الخلاص، أن المسيح جاء، ولد بمعجزة، عاش حياة خالية من الخطية، أنه مات على الصليب وأنه قام من الأموات في اليوم الثالث، أي يتكلم عن الكفارة، عن فداء المسيح. هذا هو الإنجيل، الأخبار السارة عندما نؤمن. لكن عندما نقول البشير متى، مرقس، لوقا، يوحنا، هي أربع سجلات لإنجيل واحد، كل واحد يركز على ناحية معينة من حياة المسيح وعلى مستمعين يعني معينين لهذا الإنجيل. متى يكتب لليهود كما ذكرت ليقنعهم أن يسوع هو المسيح ابن داود، تمت فيه النبوات، أي الملك. مرقس يتحدث إلى العبيد الرومان، لأنه كان نصف الإمبراطورية الرومانية عبيد، فيتحدث عن المسيح الخادم الذي يتعاطف أحشاء مع الناس الفقراء. لوقا كان مؤرخ وطبيب، يتحدث إلى اليونان، فيعطي بطريقة متسلسلة أحداث عن حياة المسيح. أما البشير يوحنا فيركز على لاهوت المسيح لكي يحارب البدع التي حاولت أن تدحض المسيحية في بداية مهدها. فكل بشير يظهر ناحية معينة من حياة المسيح. فهنا سنتحدث عن البشير متى عندما يتحدث عن المسيح الملك. إنجيل متى كتب ليؤكد تحقيق النبوات، فحقق نبوة عن مكان ميلاد المسيح في بيت لحم، حقق النبوة أن المسيح يولد من عذراء، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، نبوة إشعياء الأصحاح السابع. ميلاد، مكان الميلاد بيت لحم في نبوة النبي ميخا: أما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. حقق نبوة الألم والصليب، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا. فهذا تحقيق لنبوات العهد القديم، تحققت كلها في شخص المسيح، فيما ولد، في ميلاده، في معجزاته، في صليبه، في قيامته. المزمور 16 تحقق في القيامة. مهما لموني أو اضطهدوني،
مش رح يبعدوني ورح ابقى إلك. مش رح يبعدوني ورح ابقى لو قالوا عني اني جاهل او متخلف، فكرن يعني بخجلني اني بصف ولادك وقف. شو همي لو قالوا عني اني جاهل او متخلف، فكرن يعني بخجلني اني بصف ولادك وقف. رح اوقف قدامن كلن بالصوت العالي، رح قلن رح اوقف قدامن كلن بالصوت العالي، رح قلن يسوع بيملك على قلبي وبيرفع راسي وبيجرب. لو مهما لموني او اضطهدوني، لو مهما لموني او اضطهدوني، مش رح يبعدوني ورح ابقى لك. مش رح يبعدوني ورح ابقى اخترتك يا ما حكيو اني رح موت من الجوع. رح ذكرهن يمكن نسيو بانه اسمك يسوع. يوم اللي اخترتك يا ما حكيو اني رح موت من الجوع. رح ذكرهن يمكن نسيو بانه اسمك يسوع. يسوع اللي كان امبارح بعده اليوم الراعي الصالح. يسوع كان امبارح بعده اليوم الراعي الصالح. واللي بده يمشي حده مش رح يعطش ولا بيجوع. لو مهما لموني او اضطهدوني، لو مهما لموني او اضطهدوني، مش رح يبعدوني ورح ابقى الك. مش رح يبعدوني ورح ابقى إلك. شو ما قالوا الناس يقولوا بدي اتبعك وابقى حدك مهما يطولوا ايامي معك. لو مهما لموني او اضطهدوني، لو مهما لموني او اضطهدوني، رح يبعدوني ورح ابقى إلك. لا لا مش رح يبعدوني ورح ابقى إلك. نواصل دراستنا وحديثنا في إنجيل متى من مجمع كفر نحوم، وفي هذه الفقرة أريد أن أتحدث عن ما تتميز به بشارة متى. فطبعا متى كما ذكرت إنه المسيح لمس وخلص حياته وأصبح تلميذ ليسوع المسيح، عاش وعايش حياة المسيح، فيكتب بوحي من الروح القدس، فيكتب عدة أمور اللي بيتميز فيها البشير متى. أولا، بشارة متى هي بمثابة جسر بين العهدين، بين آخر سفر في العهد القديم سفر ملاخي، وطبعا بداية إنجيل متى عندما يبتدئ بسلسلة النسب، نسب يسوع المسيح لكي يري شرعية المسيح.
أي أنه بنى الجسور وكسر فترة صمت دامت أكثر من 400 سنة لكي يقدم المسيح. ثانيا، متى كشخص يهودي طبعا تغيرت حياته، أصبح تابع للمسيح، فكان أو أراد أن يخبر شعبه اليهود لكي يقنعهم. يقنعهم أولا أن يسوع هو المسيح، يعني المسيح هو المسيح، أي المسيح المنتظر، أنه ابن داود، المسيح هو الملك التي تمت فيه نبوات العهد القديم. ثانيا، يريد أن يري هذا الشيء عن طريق نظرته للناموس، فأراد أن يظهر للناموس أو لليهود الناموس أو الشريعة أن المسيح لم يأتي لينقض، لكنه جاء ليكمل. لم يأتي حتى يلغي أي شيء، لكن يكمل هذه الشريعة وقد تمت في شخص المسيح يسوع. وبالواقع المسيح وضع تحدي، قال إن بر المؤمن ينبغي أن يزيد، أي بر المؤمن في المسيح ينبغي أن يزيد على بر الفريسيين اللي كانوا حافظين الشريعة عن ظهر قلب. ثم عن طريق إرسالية يسوع أولا لليهود، أنه لم يرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة، فابتدأ مع اليهود لأنه كان عندهم الخلفية، كان عندهم الوعود، كانوا ينتظروا المسيح، فهذا شيء طبيعي أنه بيتحدث لليهود. لكن الشيء الثالث أحبائي بنشوفه، مع أنه متى يهودي بيكتب لليهود حتى يقنعهن عن شرعية يسوع، لكن بنشوف رسالته هي رسالة الحق والعدل، وأن رسالته شاملة أيضا للجميع. رغم محبته واهتمامه بالناموس، لكن محبته أيضا لكل العالم، فقد أرانا خطة الله لجميع الناس. حتى يسوع نفسه قال لليهود موبخا: كثيرون سيأتون من المشارق ومن المغارب يتكئون في حضن إبراهيم، أما بنو الملكوت فيطرحون في الظلمة الخارجية. ثم التوبيخ العنيف جدا للفريسيين المتدينين الذين بسبب الحسد والكراهية ليسوع المسيح كانوا يحاولون دائما أن يعثروا يسوع. في أحد الأيام قال لهم: يا أولاد الأفاعي، لأنهم كانوا يتذمرون كثيرا. وطبعا وصل بهم الوقاحة أنهم نسبوا قوة يسوع المسيح إلى بعلزبول، أي إلى الشيطان، ويسميهم يسوع قتلة الأنبياء، لأنه في إصحاح 23 من إنجيل متى يتحدث إصحاح كامل عن توبيخه وتعنيفه للفريسيين. ثم أحبائي، بشارة متى هي بشارة الملك والملكوت أيضا. يسوع هو المسيح الملك من نسل داود. عندما جاء المجوس من المشرق إلى أورشليم جاءوا لكي يروا الطفل المولود. وطبعا عندما دخل أورشليم في أحد الشعانين مكتوب دخل كملك، وعندما قابل بيلاطس اعترف به كملك، وعندما وضعوا المسيح على الصليب كتبوا علامة أن يسوع هو ملك اليهود. ثم أحبائي منشوف هذا الشيء، أنه كان يسوع يتكلم بلهجة ملكية بسلطان. قال: قد سمعتم في القديم، لكن أنا، أما أنا فأقول لكم، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. في أحد الأيام استخدم هذا السلطان، قال: مغفورة لك خطاياك. كل شيء فريد عن يسوع: ولادة المعجزية، حياة الخالية من الخطية، طبعا تعليمه الرائع المغير المؤثر المحرر، معجزاته الخارقة، فداؤه العجيب، قيامته المجيدة العظيمة المنتصرة. ثم أحبائي، ملكوت الروحي هو ملكوت يسوع، أن يسوع يملك على القلب والحياة، ليس ملكوت سياسي ليطيح بالإمبراطورية الرومانية، لكنه يتخطى الحدود والمسافات الجغرافية. ملكوته ليس مقتصر على لغة واحدة، لكن تتويج يسوع ملك ورب على القلب والحياة. ثم أحبائي، إن بشارة متى هي بشارة التعليم، فأي عظة أجمل من عظة المسيح على الجبل، سنأتي إلى هذا الموضوع. ثم أمثال يسوع وموضوع الغفران وإلى آخره، بطريقة منظمة يتسلسل بالتعليم والموضوعات حتى يساعدنا للاستظهار وفهم كلمة الله. ثم بشارة متى هي بشارة الكنيسة، لأول مرة هو الوحيد الذي يكتب عن الكنيسة،
نبوة يسوع في قيصرية فيلبس، قال يسوع: أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأن الكنيسة هي التي تسوي الخلافات، عندما يكون خلاف أن يذهبوا إلى الكنيسة. أخيرا أحبائي، اهتمام متى كان اهتمام بالمجيء الثاني في الأيام الأخيرة في الدينونة، وعلم عن الاستعداد والصهر. فسنذهب برحلة سوية لندرس إنجيل متى في هذه الحلقة والحلقات القادمة. اتبعني. عزيزي المشاهد، هل تؤمن أن الإنجيل هو كلمة الله؟ هل قرأت بنفسك كلام يسوع؟ إن لم تقرأ، أنا أشجعك وأدعوك أن تقرأ الإنجيل المقدس. إذا كان لديك سؤال أو أي استفسار، يمكنك أن تكتب لنا، نحب أن نسمع منك. حتى نسمع، إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل يسوع الملك، سوف نتحدث عن تحركات السيد المسيح. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 تورونتو أونتاريو M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534، أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.